ما زالت أزمة الرواتب في اليمن مشكلة بلا حل عملي حتى الآن، وهي الأزمة التي نشأت بسبب النقص في السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة. عطلت أزمة المرتبات منذ نشوبها في أغسطس 2016 مؤسسات الدولة، حيث شهدت معظمها إضرابات عامة خصوصا الخاضعة منها لسيطرة الميليشيا. ومع نقل البنك المركزي إلى عدن وبدء استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقل المسيلة بحضرموت، لم تصرف الشرعية سوى راتب شهر ديسمبر من العام الماضي. بحسب بيانات حكومية تبلغ مرتبات موظفي الدولة نحو 300 مليون دولار، منها 100 مليون دولار لمنتسبي الجيش والأمن. مصادر عسكرية أكدت أن راتب ديسمبر المصروف للجيش الوطني لم يسلم لكل الجنود بسبب إشكالية فنية حسب تلك المصادر. مصادر مسؤولة في الجيش قدمت عدة مبررات لتأخر صرف رواتب الجنود، منها كثرة أسماء المنتسبين للجيش وازدواجية كثير من الأسماء، بالإضافة إلى وجود الأسماء الوهمية. كانت قيادة الجيش قد أعلنت عن حل لتلك الإشكاليات باعتماد نظام البصمة في القوات المسلحة للحد من العشوائية وبناء قاعدة بيانات سليمة ودقيقة للقوة البشرية للجيش الوطني. تبقى الحقيقة المؤلمة أن الجنود الذين يتصدرون حاليا مهمة الدفاع عن الشرعية من ميليشيا الانقلاب ويرابطون ليل نهار في مهمة الذود عن اليمن من الارتهان الإيراني لا يزالون منذ أكثر من نصف عام بدون رواتب ومسؤولين بلا مسؤولية.